الضربه الجويه اللي احنا قمنا بيها وبدات بيها المعركه كانت مقلقه جدا ومؤلمه جدا للعدو الاسرائيلي، ولا يجوز التشكيك فيها ابدا. وعلشان كده اسرائيل اعدت لضربه جويه ترد بيها على ذلك. قالت ايه بقى؟ قالوا لا احنا بقى هنعمل ضربه جويه نستخدم فيها التفوق الجوي الاسرائيلي وندمر كل المطارات المصريه اللي في الدلتا. ما كانوش يقدروا يعدوا بالطيران الاسرائيلي من فوق القناليه عشان حائط الصواريخ والصواريخ الارض جو كانت بتمنحهم من الاقتراب من قناه السويس لمسافه 12 او 15 كيلو في بعض الاحيان. هيجوا منين بقى؟ ما كانش يقدروا يجوا الا من الخليج ومن او من البحر الابيض. من الخليج هيبقى المسافه طويله علشان هم الهدف بتاعهم في الدلتا، فكان امامهم البحر الابيض. هم اتجهوا الى الـ يعني غربا وعايزين يهاجموا او يدخلوا من الغرب. كانوا مع ايه؟ كانوا دخلوا من ثلاث حتت، من راس البر، من قدام راس البر، ومن بلطيم، ومن جمصه. وكانوا بيهاجموا ب 80 طائره. 80 طائره ده عدد كبير جدا. وكان الكلام ده يوم 14 اكتوبر سنه 73. ال 80 طائره دي كانوا موزعينها على ثلاث مجموعات. مجموعه اللي هي اولا كلهم كانوا جايين بارتفاع منخفض عشان يتجنبوا ما يتمش اكتشافهم يعني بالرادار. واحنا كنا عاملين على مدى الساحل ده نقط رصد قريبه قوي لارضيه وفتحه على طول الاتصال مع القواعد الجويه المصريه والدفاع الجوي. اللي حصل بقى هم ايه؟ ما دخلوا ايه؟ المجموعه الاولى هم وزعوا ال 80 طياره ثلاث مجموعات، وده خطه الحقيقه خبيثه جدا جدا. المجموعه الاولى كانت بتهدف الى جذب انتباه الطائرات المصريه، لان مصر كان فيها دوريات جويه مستمره في الجو. قبل ما تنزل الطيارات دي بتطلع طيارات تانية تفضل باستمرار في الجو، وده كان عمل الحقيقه صعب لكن كان ضروري. فهم المجموعة الأولى عايزة تشتبك مع الناس دي عشان تشغلها وتفتح المجال للمجموعة الثانية اللي هي هتخش فيها القاذفات المقاتلة الإسرائيلية علشان تضرب المطارات. هيبقى مشغول بقى وتضرب المطارات ليه والممرات؟ علشان الطيارات المصرية اللي في الجو ما تعرفش تنزل، وكمان ما يقدرش نطلع طيارات أخرى من الممرات المضروبة من القواعد الجوية. 60 طيارة بقى داخلة علشان تضرب الممرات والقواعد الجوية دي في الوقت اللي هي الطائرات المصرية اللي في الجو مشغولة بالاشتباك مع المجموعة الأولى. تم بقى تنبؤ لذلك بحاجة ما كانتش إسرائيل عاملة حسابها أو إحنا كنا الحقيقة متنبهين لها، وهو إن إحنا نعمل حاجة اسمها كمائن جوية. كمائن جوية يعني طيارات تبقى موجودة لا هي مشتبكة ولا كذا، إنما هتشوف أي عمل خداعي هنقع فيه ونسيب المجال لطائرات أخرى هي تبقى عاملة له كمائن جوية على ارتفاع أعلى، وبالتالي الطيارة الأعلى تقدر تركب الطيارة الهجوم الجوي أو الطائرات المهاجمة اللي هي تحتها وتقدر تدمرها. في الحالة دي يبقى من بنطول المعركة. تطويل المعركة دي كان بيقلق جدا الطيارين الإسرائيليين. ليه؟ هم جايين وماشيين على خزانات وقود احتياطية، لكن اول ما بيبتدي الاشتباك وكده بتتخلص من الديم التنكات الاحتياطي دي او خزانات الوقود الاحتياطي علشان يبقى عندها قدره على الاشتباك والمناوره. لما بيحصل ده الطيار بيقلق. ليه؟ الطيار الاسرائيلي عايز معاه يفضل معاه وقود يرجعه. فتطويل المعركه، ودي كانت اطول معركه على فكره في تاريخ المعارك الجويه كانت لغايه ميعادها، يعني هو ده يقلقه، عايز يرجع على ازاي والوقود عنده بينقص. فيبقى قدامه حاجه من الاثنين، يا اما يخرج من المعركه باي صوره، وعلشان يخرج بصوره سريعه وفي نفس الوقت يخفف الطياره علشان تقدر ما تستهلكش وقود كتير في رحله عودته، انه هو يرمي الحموله بتاعه في اي مكان حتى في المزارع او في كذا. ده اللي حصل فعلا. انا قابلت واحد من اللي تم أسره طيار إسرائيلي
تم أسره في هذه المعركة وسقط الطائر الفانتوم، وكان موجود في السجن الحربي. السجن الحربي كان أياميها في وراء الاستاد في الحتة اللي فيها دلوقتي مركز المؤتمرات أو قاعة المؤتمرات اللي كده، كانت حتة صحراء يعني وكده. وادوني تعليمات عشان انا خد ده، انا بالعافيه لما خدت التصريح قبله، بس قالوا لي خد بالك هو فاهم انه منتصر واسرائيل ان عملت اللي هي عايزاه كله، وان احنا رحنا في 60، اوعى تدي له اي معلومه وسيبه فاهم هذا وخد منه. لكن ما كده هو قال بقى، هو قال لي ان احنا لم نكن نتوقع ان الطياره الميج تتفوق على الفانتوم، لا يمكن، انما احنا وجدنا الميج بتسقط فانتوم، وده أمر كان غريب، وده سببه أن أداء الطيار المصري كان أكثر كثيرا جدا مما توقعنا، وكان فعلا أداء جيد. وقال لي كلمة ظريفة يعني، أو مش ظريفة، قال لي بس أنتوا عملتوا عمل غير أخلاقي أنكم تهاجمونا يوم العيد. طبعا ما ردتش عليه أسير بقى وظروفه كده. لكن الراجل ده اسمه حييم كلاي، كان الطيار ده كان بيشيد بأداء الطيران المصري رغم أنه هو كان راسخ في وجدانه أنه هو انتصر، خاصة أن الخطة اللي كانوا داخلين بيها كانت خطة غير مسبوقة في تواريخ الحروب، أنه هو يدخل بالطيارات على 3 مجموعات، مجموعة تشتبك عشان تشغل الطيارات، ومجموعة تفتح الطريق إلى ضرب الممرات، ومجموعة أخرى تتعامل مع أي طيران مصري موجود خارج المنطقتين دول، ومع ذلك فشلوا. وكانت الحقيقة يعني سقوط الطائرات الإسرائيلية في هذه المعركة كان أكبر، ده طلع في بيان هايل وأذيع في كل أنحاء العالم، وكان متاع صادقا. ومع ذلك لا زال إسرائيل تتفوق جويا أو بتتعامل مع انها متفوقه جويا على الطيران المصري. لكن لما غيرنا احنا السلاح من شرقي الى غربي، وابتدى يبقى عندنا فانتوم ايضا وحاجات زي كده، ابتدى التسليح يعني يقترب من بعضه على الاقل. وهنا بقى بدا يتحط في الاعتبار قدره الطيار المصري وجرأته وشجاعته، وإزاي قدر يطول المعركة عشان يقلق الطيار الإسرائيلي، والطيار الإسرائيلي يحب يخرج من المعركة عشان يلحق يرجع، وده بيخليه في حالة ضعف ينسحب من المعركة، وذلك أدى إلى سقوط عدد كبير من الطيارات الإسرائيلية في هذه المعركة. وترتب على ذلك حاجة مهمة قوي، وهو أن هذا اليوم وهو يوم 14 أكتوبر 73 أصبح عيد الطيران المصري. عيد الطيران المصري كان قبل كده 2 نوفمبر اللي هو تاريخ أول سرب طيران جوي حربي يعني مصري جابته، فتغير وبقى العادة دلوقتي العيد هو عيد 14 أكتوبر، عيد القوات الجوية، ذكرى هذه المعركة العظيمة التي لم تأخذ حقها حتى الآن من أجهزة الإعلام، فضلا عن الأعمال الدرامية.